لانه ما في عندك عظم، او انه بدك ناخذ لك من ال كريسب، بدك عمليات وبدك التركيب بده يكون بعد فتره طويله. الان قاعدين نعملهم في زراعه، وخلال 3 ايام بيقدر المريض انه يروح وقدمنا له خدمه. فاحنا ما بنحكي لاطباء الاسنان تعال الغي علمك السابق، لا، احنا بنحكي انت لازم يكون عندك كل الاوبشنز اللي تستطيع تقدمها للمرضى تبعينا. انت طبيب بده يرجع لك المريض، بدك تقدم له الاوبشن. انا والله مسافر، انا والله مريض عملت له زراعه 2 ستيج، وبعد فتره بعد 6 اشهر او 4 اشهر رجع لقيت عنده زرعه او زرعتين فاشلات، هلا صار انه بده يخلص، او ممكن اعمل له كمان معاهم. فانا صار اعمل له انه immediate loading مع هدلات الزرعات، وانا اي سيف ماي سيلف واعطيت اوبشن كويس للمريض. او انه المريض على سفر وبده يخلص بسرعه، او المريض ما عندوش عظم، او المريض بدوش يعمل جراحه. نعم سيدي، مش فاهم صحيح؟ اه طبعا اكيد. ليه مش ممكن اني ما اعطيهوش بيرفكت مثلا استاتكس، لكن اعطيته الشانس انه ممكن ياكل مره ثانيه. فدائما ما في شيء بيتفقوا عليه كل الناس، حتى لما اجى الدين ما اتفقوا عليه الناس كلهم. فلذلك